ليش التزاما ويا انعقاد الاجتماع الطارئ للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العربي اللي جمعتهم النقابه والسيد احلام واعضاء مجلس النقابه في بغداد بخطوه كبيره يعني، وافرحت الجميع يعني، حتى مثلا نشوف الاخ السوداني كان يعني حقيقه متفائل بهذه الخطوه اللي تحققت. ليش يعني ليش التزامن هذا؟ اكو هدف يعني، اكو رساله معينه من وراء هذا التزامن؟ يعني على مدى الفترة السابقة دائما نشوف أكو أناس يتصيدون بالماء العكر، وهذا الصراع هو صراع من النوع القذر جدا، لأنه أنت أن تطعن بنقابتك دون وجود أدلة أو دون وجود رؤية حقيقية للطرح اللي أنت تطرحه، بمعنى أنه أنت تستهدف نقابة المحامين لمجرد أنت تختلف بالرأي وياها وتبث أكاذيب وافتراءات دون وجود لها بالواقع. هذا الاستهداف لنقابة المحامين مبني على مصالح شخصية فئوية، وهذا ما لمسناه من خلال عملنا النقابة. أنا 13 سنة داومت في نقابة المحامين وأخذت أكثر من موقع في النقابة. على مدار هاي السنين العمل في نقابة المحامين صعب جدا بسبب أنه وجود كثير من هؤلاء المتربصين المصطادين بالماء العكر، يريدون خلط الأوراق، يريدون صراحة لا نعرف ماذا يريدون. بالوقت اللي تلاحظ أنه توجد مثلا شو فساد في موقع معين، انت روح تصدى، انت محامي، انت شغلك قانوني، انت صحيح. انت بيدك ورقتك وقلمك وتروح تسلك كل الطرق القانونيه، انت من يستخرج حقه، فكيف بك ان تستخرج حقوق الناس وتدافع عن حقوقهم؟ فالمهاترات الاعلاميه، العراك الخارج منظومه السياقات القانونيه، هذا ما اعتقد بقيمه لا اجتماعيه ولا قانونيه لك انت كمحامي، لان المحامي انا كمحامي من اريد اطلع الحق ألزم ورقتي وقلمي وأذهب أسلك كل الطرق والقنوات وكل الأشياء اللي سمح لي بها القانون أن أسلكها. طيب أستاذ صباح، أصدقك القول منها. يعني أنا بين البارحة واليوم وصلتني بعض المعلومات أنا أريدك تصلح لي بيها، يعني يقولون ردا على بيان السيدة النقيب، يقولون لا أكو لوبي وأكو الآن طرفين، مو طرف بالنقابة ومجلس النقابة، لا أكو أعضاء لهم موقف معارض للموقف الذي أعلن في البيان، هل هذا الكلام صحيح؟ لا ماكو، مو صحيح. قبل ما ادخل البرنامج كنت تحت شويه العضو اللي ادعوا انه صارت مشاده ويا استاذ احمد عاصي عضو مجلس النقابه، كل الشكر والتقدير. العمل احنا الاختلافات في تفصيليات الامور هذا موجود في كل مؤسسه، مساله طبيعيه في كل مكان، حتى بمكتبي يعني بشركتي مال المحاماه مره تختلف ويا زملائي بالعمل، هذا فشيء عادي من اجل تصويب العمل، بس اكو رؤى معينه يتفق عليها الجميع، هو انه ما نسمح للفساد يتغلل لهي المؤسسه، الدفاع عن اموال المحامين والدفاع عن حقوقهم، الحفاظ على تطبيق القانون، هاي المشتركات الموضوعيه الاساسيه كل اعضاء مجلس النقابه يتفقون عليها، فماكو قطبين ولوبي وهيك، ما اعتقد يمتد الصراع في مؤسسه مثل نقابه المحامين الى هذا المستوى، بالنتيجه احنا اكبر من هيك، لان احنا نمتلك سلاحنا هو القانون والقانون نتحلى به، وبالتالي هذا هاي الاثاره الاكشن اللي يريد يفتعله بعض الزملاء هو انتقاص من نقابه المحامين. انا برايي وكمحامي وخدمتي 21 عام في القضاء في منظومه العداله سواء في نقابه المحامين او في المحاكم، يعني على مدى هاي السنين الماضيه كثير من هؤلاء اللي يريدون الاساءه لنقابه المحامين ما راح نسمح لهم.